الكلام الهجومي وعدد الاهداف الكتيره. خلينا نبدا نستعرض مع حضرتك المباراه الاولانيه اه نتفرج طبعا عليها ونقول كمان تشكيل. عندنا مباراه البنك الاهلي وطلائع الجيش اللي خلصت 3-0 اللي حضرتك اتكلمت عنها دي، فيها كابتن هدف في الدقيقه 4، هدف مبكر جدا جدا لموسى ديوارا. بس خلينا نتكلم عن التشكيل. معانا كابتن الشاشه اهي، نبص عليها كابتن احمد، الشاشه الكبيره. طبعا اقول لحضرتك البنك الاهلي حراسه المرمى محمود الزنفلي، ده الهدف الاول في الدقيقه الرابعه اللي جابه موسى ديوارا. طبعا خط يعني هدف، بص، هدف فيه سرعة، واخد بالك، فيه تحرك، فيه لعب الكرة بالعرض، فيه وقفة غلط جدا من مدافعين طلع الجيش، واخد بالك ازاي؟ فكان نتيجة طبعا هدف. يعني كان اللعيب اللي جاب جول موسى دوارة ده واقف في ال 18 لوحده ولازم يجيبها جول. ما انا عشان كده بقول لك في بداية الموسم فيه أخطاء بتظهر، لازم كمان تبقى فيه، بص، اهي الكرة اتلعبت، كله بيبص على الجول، على الكرة هناك، ما كل بص يا كابتن المدافعين العدد. مش هيبص الدوار ده واقف لوحده ومفيش حد معاه، خلاص استلم ولف وصلح وشاط، واخد بالك؟ طبعا ده لما بيحصل في ال 18 يبقى قصور من الدفاع في ال 18. بس في الدقيقة الرابعة بالذات يا كابتن أحمد طبعا ده غريب شوية، طبعا يعني دي ممكن تيجي بعد تعب، ما بعد انت بس ريحان. ما لا ما عشان انت في بداية المباراة لابد ان انت تركز، لابد ان انت تركز، واخد بالك ازاي؟ يعني صعب جدا ان الكرة تتلعب تعدي كده من المدافعين، استلامه وبيلف وكل حاجه مستريح مفيش حد معاه. عايز اقول بس التشكيل، خط قلنا حراسه المرمى الزنفلي، خط الدفاع لفريق البنك الاهلي اسحاق ويعقوبو، محمد دبش، احمد ياسين، اسامه ابراهيم، خط الوسط احمد سعيد، محمد فتحي، محمود سيد، خط الهجوم محمد بسيوني، فادي فريد، موسى ديوارا. والتغييرات كانت امير مدحت بدل محمد دبش، ومحمود قعود بدل موسى ديوارا، واسامه فيصل بدل فادي فريد، معروف يوسف بدل محمود السيد، ومحمد هلال بدل احمد سعيد. الحقيقه انا شايف ان فريق البنك الاهلي كابتن طور الحته الهجوميه عنده، ويعني جاب صفقات او جاب انتدابات فرقت معاه في الشكل الهجومي بشكل كبير شفت قوي. الاحتياطي كمان؟ اللي نازل يعني تتكلم على قعود، اسامه فيصل، ها؟ محمد هلال، ها؟ يعني حتى معروف يوسف خبره مش كبيره كده؟ جدا. يعني انت عندك كمان بقى، يعني عشان كده انا بقول لك الاستقرار الفني اللي حصل لفرقة البنك الاهلي خلتهم كمان يجيبوا لعيبة من بره كويسين هيعملوا لك الفرق، واخد بالك ازاي؟ قعود ده لعيب كويس قوي، اسامه فيصل طبعا يعني من اللعيبه الواعده جدا، حتى اللي بيطلع وبينزل، يعني خد بالك، محمد هلال ده من افضل اللعيبه اللي كانوا في دجله، لعيب هايل. ولعيب محترم جدا ولعيب هايل جدا، فكل اللعيبه دي هتعمل نقله لفريق البنك الاهلي، مع طبعا جهاز فني. يعني هو بص، هم عندهم طبعا امير عبد العزيز ده ابننا، واخد بالك، امير يعني خالد جلال عرف يجيب الصح، لان امير من افضل المدربين اللي بيشتغلوا في عنصر اللياقه البدنيه، اشتغل معايا كتير جدا في مصر وبره مصر، وانا عارف قدراته، فحط يعني خلي عينك مغمضه كده على الحاله البدنيه للاعب، وكان بيشتغل مع كارتيرون، كان بيشتغل مع شامع كارتيرون كارتيرون وسام صح. الشيشيني، والانجازات اللي حققها نادي الزمالك كان هو طرف فيها. خليني اقول لحضراتكم برضو تشكيل طلائع الجيش، حراسه المرمى محمد انت شفت الغلطه دي كمان؟ في بسام. يعني التمركزات فيها مشكله كبيره جدا. طبعا حراسه المرمى محمد بسام، خط الدفاع محمد ناصف، خالد سطوحي، الزناري، حسن مجدي، خط الوسط عمرو السيسي، مهند لاشين، عبد الرحمن شيكا، خط الهجوم محمد الصباحي، جون انتوي، احمد سمير. التغييرات ميدو جابر نزل مكان عبد الرحمن شيكا، كريم الطيب نزل مكان محمد الصباحي، محمد جابر بدل جون انتوي، كازادي كاسينجو بدل احمد سمير، محمد انور بدل خالد صوحي. الحقيقه يا كابتن الفرقتين عندهم سكواد يا سلام، كويس جدا. يعني انت شفت طلائع الجيش يعني محافظين على التيم اللي جيد بتاع السنه اللي فاتت، وعملوا كمان جابوا استقطابات هايله هايله، يعني جون انتوي وميدو جابر دول لعيبه اقوياء جدا كمان، فطلائع الجيش برضو عنده فرقه كويسه. طبعا هزيمه مش مشكله، يعني هي مش قضيه ان انت طبعا. تتغلب في بدايه الموسم، ده شيء طبيعي جدا وعادي جدا، انما هم عندهم فرقه كويسه تقدر مع عبد الحميد بسيوني يعملوا شكل كويس. كابتن يا ريت تجيبوا لنا اللقطه دي من اولها تاني، معلش. اللقطه دي يا كابتن فيها تمركز دفاعي جيد جدا من البنك الاهلي، رغم انها انتهت بتصويبه وكل حاجه، لكن اللقطه دي ساعه التعديه فيها لو شفت رصه البنك الاهلي مرصوص ازاي، يا ريت تحاول يجيبوها لنا تاني الحته دي. لان فيها الحقيقه يعني، وانا اعتقد كابتن كمان دي اللي بقول لحضرتك. بص يا كابتن الوقفه طبعا حضرتك علقين عليها احسن كمان هي هنا، هو كله ممسوك، يعني كله محطوط تحت رقابة. رغم ان في حد فلت اهو من جنب الحكم، هو ده اللي هيشوط.
لا ده اللي رقص. بس واضح ان هي فيها تمركزات جدا، يعني واضح ان هم حافظين شيء معين رغم ان فريق طلائع الجيش هو اصلا المميز في الوقفات دي يا كابتن احمد. ايوه طبعا، ما طلائع الجيش من الفرق المميزه اللي انهت الموسم بشكل جيد جدا، وبقول لك بدت الموسم ببطوله. بس انا عندي وجهه نظر ما اعرفش حضرتك تتفق معايا فيها ولا لا. سر ان يبقى فيه هيفي سكور الماتش ده او 3-0 او نتيجه تقيله على فريق طلائع الجيش في اعتقادي الهدف المبكر. فريق طلائع الجيش يا كابتن دايما بتبقى متماسكه طول ما دخلش فيها هدف، وما بتعملش ساعات ريمونتادا كتير او ترجع للمباراه كتير. يعني لو افتكرنا مباراه الزمالك السنه اللي فاتت لما جبنا هدف في الشوط الاول خلصت 3. طلع الجيش قدام الفرق الكبيره بتلعب بشكل كويس، لما بيتاخر فيها دخول الهدف بتلعب على عدلتهم، بتبقوا مرتاحين كده. يفضلوا يطولوا المباراه معاك، يدخلوك في معدلات جري، يعرفوا يلعبوا على الكاونتر اتاك بشكل جيد جدا جدا. لكن الهدف اللي دخل فيه مبكر حاسس ان هو غير هويه فرقة طلائع الجيش، فخلاه فتح اكتر واكتر، فدخل فيه التاني والتالت. والله انت بتوصف ما حدث في المباراه، وده شيء جيد جدا وصح جدا. فريق طلائع الجيش بيلعب المباراه مع البنك الاهلي، ما اداش البنك الاهلي الصوره اللي هي الواجب انه يدوها له. طلائع الجيش بيلعب على انه بطل السوبر، انا بكلمك بمنتهى الامانه، ده شيء برضو يعني بيقلقك في الملعب. يعني انت ما اديتش الفرقه اللي بتلعبها الاحترام الكامل، بحيث ان انت تبقى من اول دقيقه مركز، زي الكلام اللي انت بتقوله، كل الماتشات اللي كانوا بيلعبوها مع الفرق الكبيره مركزين مركزين جدا، واخد بالك؟ عشان كده بيجي فيهم الجول بالعافيه مع الفرق الكبيره بالظبط. انما مع الفرق الصغيره بيعملوا نتائج سيئه، لان هم بينزلوا بيبقوا حاسين ان هم عايزين ان هم هيكسبوا في اي وقت، فبيتفتحوا طبعا طبعا. لا فريق كمان البنك الاهلي ضيع جوال كتير جدا، ده اجوال كتير جدا جدا. يعني ما تفتح بقى الخطوط بتلاقي قصص مختلفه طبعًا. تماما كان طبعا هربت بقى منهم. محمد هلال جاب هدفين الثاني والثالث في الدقيقه 81 والدقيقه 90، خلص المباراه. يعني بص انت مثلا كره زي دي الباك برضو بيتدلع فيها بتاع البنك الاهلي، ما هي دي كانت ممكن تخش جول، ما هو فيه ساعات توفيق وفي ما فيش توفيق. بص هنا بص بيعمل ايه، هو عايز يديله كوبري، راح الثاني واخدها، دي تتلعب احمد سمير اللي شاطها ده. احمد سمير جاب جوان في كل الناس وخصوصا في الزمالك، واخد بالك؟ بص راحت فين، بص بص اللعيبه راحت فين، طلعت بعيد جدا عن الجول. ففي عدم توفيق وعدم تركيز بصراحه. طيب عايزين نروح للمباراه. وعموما مبروك للبنك الاهلي، ومبروك لايهاب لخالد جلال طبعا، وامير واعضاء مجلس اداره وكل الناس المسؤوله عن الكره في البنك الاهلي، واتمنى لهم الاستمراريه. طلائع الجيش طبعا من الفرق المحترمه جدا والادارات المحترمه جدا، وارجو ان ده ما يهزش عبد الحميد بسيوني، لان عبد الحميد بسيوني اثبت انه مدرب جيد طبعا، مش نتيجه مباراه هتاثر فيه. فان شاء الله التوفيق في المباراه القادمه. ده هدف محمد هلال؟ ده هدف محمد هلال كابتن الباص. ما فيش حاجه خالص، برضو اول مره فعلا اشوف فريق طلائع الجيش بيتوصل، يعني توصل للمرمى بالسهوله دي. طبعا طبعا، انت 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 خلاص خطوطك مفتوحه، خطوطك مفتوحه. مكسب محمد هلال فعلا طبعا. وانا اعتقد كابتن ان وجود امير عبد العزيز هيفرق في ان اختيار اسامه فيصل، لان اكيد ده احد ابنائه ولعب معاه في الناشئين واحد الناس. خالد جلال، خالد جلال عارفه عارفه طبعا. الهدف الثالث هو كابتن احمد. برضه محمد ما تكمله كويس. اول مره اشوف الزياده العاديه دي، شوف كام واحد جوه فريق، يعني زياده عاديه للبنك الاهلي. لا وده كويس جدا على فكره. يعني انت ايه، يعني انا كنت متصور ان البنك الاهلي بعد ما يجيب جول هيقفل بقى خطوطه ويلعب. لا ده هم كانوا بيهاجموا، بيلعبوا الكره اللي الواحد بيحبها، انت بتكسب تاني وبتجيب التالت يعني عايز تلعب كده، فلعبوها وحققوا هذا. يعني احيانا يعني نفسي اسال حضرتك من 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 هنا لفكره المباراه دي هتصعب لقاء الزمالك وطلائع الجيش طبعًا اللي جايه. طبعا لا، هي مباراه الزمالك وطلائع الجيش صعبه في كل الحالات. يعني الزمالك معلش مع احترامي طبعا للبنك الاهلي غير البنك الاهلي، يعني ال 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 القيمه والاسم والحاجات دي، يعني ده البنك الاهلي تاني سنه يلعب في الدوري الممتاز. فانت بتتكلم على الزمالك بطل الدوري، وطلائع الجيش بيعمل مباريات جيده جدا قدام الفرق الكبرى بالظبط، وبعدين هم لسه طالعين من هزيمه، فالحاله العصبيه هتبقى مشدوده جدا بالنسبه لهم. ولكن طبعا يعني احنا بنتمنى التوفيق لعبد الحميد بسيوني وطلائع الجيش، بس مش مباراه الزمالك يعني. بس بعد ماتش الزمالك. طبعا، لكن احنا يعني فريق الزمالك جاهز لكل الاحتمالات ان شاء الله.